من أجل صحتنا نحمي بيئتنا، من أجل صحتنا نحمي بيئتنا، نحرس كل أجواءها نحمي هواها وماءها، نحرس كل أجواءها نحمي هواها وماءها من التلوث والخطر في البادية أو الحضر، من التلوث والخطر في البادية أو الحضر. ليلى 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 ليلى. لأننا حنا لها ليلى ليلى، ولأنها هي لنا ليلى ليلى، نحرس بيئتنا جميل ليلى ليلى، ونخلي ديرتنا ربيع ليلى ليلى. لأننا حنا لها ليلى ليلى، ولأنها هي لنا ليلى ليلى، نحرس بيئتنا جميل ليلى ليلى، ونخلي ديرتنا ربيع ونخلي ديرتنا ربيع. من أجل صحتنا نحمي بيئتنا، من أجل صحتنا نحمي بيئتنا، نحرس كل أجواءها نحمي هواها وماءها. من أجل صحتنا من أجل صحتنا. تسلم يا عم الحكيم، ما شاء الله عليك يا عم الحكيم، سويت بيه يا ولدي يا ولدي، هو اللي طاح من وحده ما طيحت انا. معقوله يا ولدي؟ هذا شارب من ماي الجدول. قصدك تقول انه متسمم؟ اي نعم متسمم، رب ضاره نافعه يا ولدي. ايش قصدك يا عمي؟ يا ولدي هذا لم هو متسمم، كان ذبحني انا وانت، هذا ذيب ما يفتهم. خوفني عمي. عمي معاك الجهل؟ قول فعل يا ولدي، لكن هذا حيوان شرس مفترس، اي ما ينلعب معاه يا ولدي. ما عليه عمي الحكيم، ما عليه، لا تخاف، معاك 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 وضح، ما يخاف من شيء. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. مشينا مشينا. اثر ميت متسمن. صدق الله العظيم. صدق الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا عبدي عبدي يا عبدي الأبوة يا عبدي الأبوة عبدي الأبوة. بشر عبدي بشر بشر بشر. بشارة خير، الضبع قرر يقول الحقيقة كاملة. صحيح؟ إيه صحيح. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. والحين الضبع ينتظرنا لجل يسمعك الحقيقة بذانك. بعده والله الثعلب الشوم يبشر قربت نهايته. إيه؟ أول ما يعترف الضبع بالحقيقة أروح للثعلب وسمعه كلمة كلمتين ثلاثة ثلاثة. المخلوق هذا بط كبدي وسود عيشتي، وجا اليوم اللي انتظره من زمان، واخذ بحق الثور الطيب واقتنص من الظالم. ايه يلا يا حبيبي. ايه عجل عجلي. اقسم لك يا ابو وضاح ان هذا اللي حصل بدون زياده ولا نقصان. مصدقك يا ولدي يا غضب، من غير ما تحلف مصدقك. ايه بس انا اشوف في عيونك شك وريبه تجاهي. انا الحقيقه ماني بلومك صراحه يعني. ايه
يا غضب يا ولدي، أنا أبو ووضاح ولدي الوحيد. ونعم فيه، بس وضاح فارس وفارس الفرسان، والمفروض أنك ترفع راسك بينه. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا غضب. على أي حال يا أبو وضاح، ترينا في خدمتك وخدمة وضاح وأبو جراح وجراح وأهل القرية كلهم لنموت. تسلم تسلم والله يا غضب تسلم. تفضلوا على العشاء يا جماعة. تفضل تفضل يا غضب تفضل. يا الضبع يا الضبع يا الضبع وين؟ كان هنا يا عم. هنا يمكن تأخرنا عليه. إيه حنا تأخرنا عليه. السبب أنت يا عمتي، أدور عليك وما ألقاك. يلا هندور عليه. إيه يلا يا الضبع. لا أنا ما أصدق. غضب يصير صديق أبو جراح وأبو وضاح؟ من كان يصدق؟ معقول عاد؟ يعني وشلون؟ هو تاب فعلا واللي يخدعهم؟ وإذا كان يخدعهم وش ناوي عليه؟ أنا كل حركاته هذه ما صدقها، كل شيء ممكن أصدقه إلا التوبة اللي طلعنا فيها هذه، واللي مشت على أبو وضاح وأبو جراح بعد. يعني كل هذا تمثيل؟ أي نعم تمثيل. الرجال لحق الحكيم ووضاح وذبحهم واخذ الدراهم، وهالحين جاي يكمل على جراح وياخذ الدراهم ويروح، وحنا جالسين على طول لا حس ولا خبر. وش نسوي يا حديد؟ حنا لازم نتصرف قبل ما يلهفها ويروح. نتصرف؟ اي نعم. كيف؟ انا ما ادري، بس لازم نتحرك ونسبقه على بيت المال. طيب افرض ان التاب فعلا واللي قاعدين نشوف التصرف صحيح، ساعتها وش نسوي؟ إلا ما كان تمثيل وتوبته صحيحة، فحنا خسرناه وخسرنا تعاونه معنا، صح؟ صح. إلا كان اللي هو يسويه تمثيل راح يلها في الدراهم الحالة، صح؟ صح. بس المصيبة إذا كان فعلا يمثل علينا وعليهم. شلون؟ إذا كان فعلا تعب، فحنا عندنا أمل نسرق بيت المال ونفوز بالدراهم أنا وإنت، وإذا كان يمثل فهو بيوصل للدراهم قبلنا، وهذا الشيء ما نسمح فيه أبداً أبداً. وشلون ما راح نسمح؟ نطربقها على راسه وعلى راس اللي جابوه. طربقها؟ وشلون؟ يا عم الأسد 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 يا كبير الغابة. خير وش هناك؟ مصيبة مصيبة يا عم الخير. أفا أفا مصيبة كارثة مصيبة يا عم الأسد. مصيبة؟ أيوة. قل وش صاير؟ قل. أدميين اثنين دخلوا الغابة. بس أدميين اثنين دخلوا الغابة وجايني مرعوب وحالتك حالة؟ سببوا لنا كارثة مصيبة للغابة كلها. أنت ايش تبي تقول بالضبط؟ هالأدميين الاثنين يا عمي، هلا دميين الاثنين لوثوا موت الجدول وسببوا موت الكثير من حيوانات الغابة. هلا دميين لوثوا موت الجدول؟ ايوه. وسببوا موت الكثير من حيوانات الغابة؟ ايوه. متأكد؟ كل التأكيد يا عمي. يا ويلهم يا سواد ليلهم اذا كان كلامك صحيح. يا الضبع يا الضبع. هذا هو الضبع الجالس. لقينا دليل لدانا. يلا يا عزيزي. يا عزيزي الضبع، هذه عم تلبوة جت بنفسها علشان تسمع الحقيقة. قل لها الحقيقة وريحها وريحنا كلنا. يلا يلا يا عزيزي الضبع، اظهر براءة المظلوم واثبت التهمة على الظالم. يلا عزيز الضبع، مش بلاك علامك ساكت. ليه كون نايم؟ ايه وعش اللي نايم، هذا ما هو وقت نوم. اصحى يا عزيزي اصحى اصحى وقل الحقيقة. يلا اصحى اصحى. عمتي مات. ما في دليل لدانا.
تروح فورا على وجه السرعة، تعلن في الغابة إن ممنوع أحد يشرب من موية الجدول الغربي، اللي يريد الموية يتجه لموية الجدول الشرقي، فهمت؟ ابشر طال عمرك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أبغاك تجمع لي كبار الغابة من كبير النمور وكبير الضباع والقرود وانت ومساعدك، علشان مناقشة المصيبة اللي سببها البني آدم وخويه. ابشر. عجل عجل قبل لا تموت الحيوانات بسبب موية الجدول. عجل. في الحال يا كبير الغابة، في الحال. لابد من معاقبة البني آدم وخويه، لابد. ابشر يا ولدي يا وضاع. خير يا عم الحكيم. خير يبا خير، وصلنا جبل الموت، هذه آخر مرحلة. الله يسهل يا عم الحكيم. الله كريم. عاد يا ولدي يبينا مكان امين نجلس فيه عشان ابتدي بدراسه الاعشاب الموجوده واعمل منها الخلطات. هذاك هو جبل الموت. اي نعم يبا. ادعي لنا بالتوفيق يا ولدي، الله يوفق لنا. الله يسهل ان شاء الله. الله كريم. توكلنا على الله. يلا يبا توكلنا على الله. هذه مغارة، هذا هو المطلوب. نروح ونشوف يا عم الحكيم. يلا تفضلنا. مكان جميل يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سبحان الله. تقول مفصل لنا تفصيل. هذا كله بالعز الحكيم. والنعم بالله يا ولدي، والنعم بالله. شوف يا ولدي. نعم. هالحين أنا أجلس أستريح في هالمكان. إيه؟ ها؟ ووثق كل الخلطات اللي عندي أكتبها في الكتاب. توثق الكتاب اللي عندك؟ إي نعم. عم الحكيم، وأنت محصل هالخلطات هذه، إيش حق توثقها؟ يا ولدي يا ولدي، الله يهداك، لازم أوثقها. ما حد ضامن عمره، حنا وصلنا لمكان خطر ما حد وصله، لا قبلنا ولا بعدنا. لازم اوثقها واخليها في كتاب عشان الناس تستفيد منها وتستفيد من هالخلطات اللي تعالج الامراض. الله يطول بعمرك ويخليك لنا ذخر يا رب. الله يطول بعمرك يا عمي الحكيم. الله يطول عمرك. شوف يا ولدي. نعم. هالحين عاد تضاعفت مسؤوليتك. المسؤوليه صارت مسؤوليتين. حنا في جبل الموت، دير بالك يا عمي. ارقد وامن وخل اي حيوان يقرب. هالمكان هذا راح يكون مدفنه يا جماعه. بيت المال في خطر
ما دام حديد وصخر حاطين عيونهم عليه. لا صخر ولا حديد ولا أي واحد ثاني يقدر يمد يده على بيت المال. بيت المال يحرسونه هلا يا غضب. يا جماعة هذول محترفين سرقة. إذا ما قدروا على سرقة بيت المال استعانوا بحراميتهم مثلهم وسرقوا. اليد اللي تمتد على بيت المال نقطعها من الكتف. طيب افرضوا لا سمح الله سرق بيت المال وش تسوون؟ ايش تبي تقول يا غضب؟ اقول الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. ايش تقصد بهالكلام يا غضب؟ اقصد انكم تسمحوا لي اني اروح لهم لحالي واحاول اقنعهم. اذا اقتنعوا وجوا معي الحمد لله، ما اقتنعوا خذيت رجال من القريه ورحت لهم وانا اللي بوريكم مكانهم واكون اول واحد يواجههم. كلامه معقول يا ابو جراح، خله يروح يحاول وياهم يمكن الله يهديهم، واذا ما نفع وياهم احنا ما نخليهم يسكنون في جنب القريه وهم ناويين علينا الشر. اللي تشوفوه يا جماعه. انا رايح يا اجيبهم معي يا اخذ رجال من اهل القريه يجيبونهم غصب عنهم ونفتك من شرهم وشرورهم. كنا ننعم ببيئه نظيفه وصحيه خاليه من التلوث، لين جاء البني ادم خويه ولوث مويه الجدول الغربي، واللي نتج عنها موت الكثير من اخوانكم. علشان كذا انا جمعتكم ودي اقولكم عن امرين لا ثالث لهما. الامر الاول نحذركم من شرب مويه الجدول الغربي عشان ما يجيكم اللي جاء لاخوانكم. الامر الثاني نريد نعاقب البني ادم وخويه، ونريد ناخذ حق اخواننا. شيروا علي، اللي عنده راي ونصيحه ما يبخل بها. انا اسمعكم بكل صدر رحب، اريد اسمع رايكم ونصيحتكم عشان نحقق مصالحنا وما نضيع حقوقنا. انا مقروده والثور المسكين اقرد مني، حتى دليل لدانا سبقنا عليه الموت. لا تكدرين خاطرك يا عمتي ولا تحزني، اللي فات مات والندم ما يفيد. انا فيني قهر وحرقه ما ارتاح لان الثعلب المحتال ينال جزاه. يا عمتي الدنيا ما انتهت بموت الضبع. لكن دليل دانا انتهى. من يقول انتهى؟ تكفي يا صديقي، ان كان عندك خبر طيب عجل لي فيه. صحيح الضبع كان صديق الثعلب وكان ناوي يكشف الحقيقة، لكن الثعلب له معارف كثيرين ويعرفوا الحقيقة. قصدك ممكن نحصل واحد ثاني عارف الحقيقة؟ بالتأكيد يا عمتي. وينه هذا؟ يبغى من يبحث عنه. تكفي يا عزيزي، اليوم يومك والمهمة هذه انت قدها. ابشري يا عمتي انا راح احاول. ما بتحاولوا بس، انا اريد دليل، خاصة انه الاسد انشغل بامر خطير وخاف انه غضبه من الثعلب يخف مع الايام ويطلق سراحه. يلزوم نلاقي دليل. انا الحين اروح وان شاء الله ما ارجع الا ومعي دليل الادانة. اسمح لي انا اروح لحالي واخلص على ادمي وخويه واخلص الغابه من شرهم وارجع لك بظرف ساعه واحده. تسلم يا كبير النمور، يلزمك احد يساعدك؟ المهمه سهله طال عمرك، وانا مستعد اواجه 10 ما هم باثنين. احنا في انتظارك، ما احنا متحركين لين ترجع وتبشرنا بخبر الخلاص من الادمي وخويه. ابشر. اسمعوني زين، أنا جايكم علشان الود القديم اللي بيني وبينكم. أنا جاي أنصحكم ولكن يبدو أنه ما في فائدة، لأجل كذا أبغاكم تفهمون شيء مهم جدا جدا. وش هو يا غضب؟ أنا جاي من أهل القرية علشان أنصحكم علشان ترجعون عن اللي في بالكم
وإذا ما رجعتوا أنا اللي بوقف ضدكم. وشو؟ يعني لا من خيرك ولا كفاية شرك؟ اسمع، حكاية أنكم تسرقون بيت المال فهذا انسوه، انسوه مع اللي مات. وانت الحين وش دخلك في بيت المال وش علاقتك فيه؟ انا واحد من اهل القرية، اللي يضرهم ينظرني واللي ينفعهم ينفعني. اسمع عاد، ابلع كلامك ببطنك وامش قبل ما تتوتر اعصابي ويحصل شيء لا ابيه انا ولا تبيه انت. وصاد، اسمع يا كبيرنا، راح وسوي اللي تبي. انا تراي انذرتكم وحذرتكم، ومن انذر فقد اعذر. اقول الله يسلمك، ضف وجهك ومع السلامه وما قصرت. يلا زين زين، ذنبكم على جنبكم. كسبنا ثمان خلطات لثماني امراض مختلفه. بشرك الله بالخير يا عم الحكيم، بشرك الله بالخير. الحمد لله الحمد لله يا ولدي، توصلت والله عمرك، ما حد توصل له قبل لي هالخلطات هذه كلها. كيف يا عمي؟ الادويه اللي توصلت لها ما توصل لها حكيم قبلي ولا بعدي طول عمرك، ما توصلت لها الا انا، لانها ما هي موجوده الا في جبل الموت، وهذه ان شاء الله اصنع منها ادويه تنفع امراض كثيره. يا عمي يا عمي، المهم مرض قريتنا، شلون نكشف المرض وشلون نكشف سر المرض ونعالجه. الله 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 بيساعدني يا ولدي، الله بيساعدني يا ولدي. حنا طول عمرك توصلنا لكنز، كنز من الاعشاب هذه ما حد توصلها غيرنا، وبسوي منها الخلطات وبتفيد. بالنسبه لمرض القريه باذن الله بيوفقنا وبنحصل اعشاب وبنعرف سر المرض وسر علاجه. يلا يا رب يلا يا رب. اليوم يومك يا الله، تكفى يا ولدي. كان بالخافة. سالم يا ولدي، سالم سالم يا ولدي، عسى ما صبك شيء. أبشرك يا عمي سالم. جعل عيني ما تبكي عليك يا ولدي، هذا أشرس حيوانات الغابة يا عمي. يا ولدي كل الحيوانات شرسة ومفترسة. أنا طالع من المغارة يا عمي. بشر يا عزيز. عجزت يا عمة الأبوة، ما بي أحد صديق للثعلب. شلون يعني؟ الكل يقول ما في صديق للثعلب غير الضبع، والضبع مات. بعدين محضنا تعيس، والحل يا عزيزي؟ انا عندي راي. وشو؟ نوجه نداء لكل احياء الغابه. نداء؟ اي نداء، نقول اللي عنده معلومه او شهاده او خبر يعلم الاسد، اي كبير الغابه، ويفصح عن معلوماته. هاي طيب، والزوم نبدا فيه فورا. الزوم هاي طيب.
واشوف منافعها على الحيوانات. جرب يا عمي، ليش ما جربها؟ شوف شوف اوضح، شوف شوف الابو الحامل، شوف حامل. اي حامل. شوف اوضح، إيه؟ ودي اجرب هالخلطه هذه على هالابو الحامل، ايش تقول؟ نجربها؟ ليش ما نجربها؟ ها نجربها. بس شلون نقرب هذه الابوه شرسه وحامل؟ ها انت يا عمي تبي تجرب الخلطه؟ ايه توكلنا على الله. يلا على الله، نشوف طريقه الحين. خليك قدامي، خليك قدامي، خليك قدامي. ما ادري افرح ولا احزن لموت صديقي الضبع. اختلطت علي الامور، لكن الوكاد اني لازم افرح لموت الضبع. نعم، لان الدليل الوحيد اللي يثبت ادانتي هو الوحيد اللي عارف الحقيقه، وبموته ماتت الحقيقه كلها. وينك يا اللبوه؟ ما عاد عندك اي دليل يكشف الحقيقه. خلاص خلاص، كلها كم يوم واطلع من الحبس رغم انف اللبوة. ها للحين ما رجع، ليكون صار عليك شيء، ليكون الادم يخلص عليه. لا 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 لا، على العموم الغايب حجته معه. بعد إذن كبير الغاب، يحيى غابة المهالك. تكفون يا عزوتي، تكفون يا أحبابي، أنا محتاجة لكم واليوم يومكم. حنا رأينا شارتك. ما تقصرون، كلكم تعرفون قصة الثور المسكين والثعلب المحتال. اللي عنده شهادة أو خبر ما يكتمه، يقولوا لكبير الغابة ويكسب الحمد والثناء. القضية طالت ولزوم نكشف الحقيقة. وش أسوي؟ أشهد بالحقيقة ولا أسكت؟ أنا لزوم أشهد، لزوم أريح ضميري، لازم أكشف المجرم ولازم ينال جزاء. اللي عنده خبر أو شهادة يرفع إيده. أنا عندي خبر يقين يا عمت الأبوة. ابعدي والله ابعدي. قوله لكبير الغابة. هذول مهم تائبين ولا عندهم نية للتوبة. أجل بعد إيش حاجة يسكنون معانا بقرية واحدة. طيب وش السوات؟ السوات إن إحنا نقبض عليهم ونقدمهم للمحاكمة ونخلص الناس من شرهم. يلا يا غضب. على وين؟ على وين؟ بعد إذنك يا بح، بعد إذنك يا عم بوضاح، إحنا رايحين نقبض على صخر وحديد ونكبلهم بالأحبال ونقدمهم للمحاكمة ويحاكمهم قاضي القرية ونخلص الناس من شرورهم. ونعم الرأي يا ولدي. اسمع يا ولدي يا جراح، خذ معك مجموعة من شباب القرية ليكون تروحون لحالكم. طمن بالك يا عمي، أنا وغضب كفاية، توكلنا على الله. توكلنا على الله. ما قصرت، بيض الله وجهك. الحمد لله، أخيراً ثبتت براءة الثور المسكين. الثعلب لازم يتعاقب عقاب شديد عشان يكون عبرة لكل حسود وحاقد وكذاب. تكفى يا عزيزي، لا تنسى وعدك لي. اي الحين تروحين معهم وتعاقبين الثعلب العقاب اللي تشوفينه مناسب. عجلوا. تسلم تسلم. عجلوا عجلوا. الضاح. ما عدني بخايف من شيء بعد ما مات الضبع ومات معه دليل ادامتي. قرب الفرج، خل اللبوة تموت من الغيظ والقهر. هذه آخر مرة تضحك فيها يا كذاب يا حسود. من أنت؟ أيوة أنا، وعندي لك أكبر بشارة وجه النحس. أكيد أكيد يا اللبوة أنك جايبة معك دليل براعتي، وإن الأسد حكم بإطلاق سراحي من السجن. أنت انحكم عليك بالموت بعد ما ظهرت الحقيقة يا كذاب. انحكم عليك وأنا جاي أنفذ الحكم بنفسي. لا لا، انت اكيد تحلمين، اصلا ما فيه ولا دليل ضدي بعد ما كمل. قصدك بعد ما مات الضبع؟ لا، كان غيرك اشطر، ثبت بالدليل القاطع تآمرك على الثور المسكين وظهرت الحقيقه ولازم يتنفذ الحكم.
انت تتكلمين جد يا اللبوة؟ ايه يا حسود يا كذاب. لا 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 تكفون تكفون يا جماعة تكفون، سامحوني ارجوكم سامحوني يا جماعة سامحوني عمة اللبوة تكفون يا جماعة انا غلطت انا غلطت يا جماعة سامحوني. شوفوا شغلكم. يعني وشو يعني وشو؟ وديهم يقطعوك ألف قطعة يا كذاب يا حسود. لا لا أرجوكم أرجوك يا عمة اللبوة أرجوكم يا جماعة أرجوكم أرجوكم أنا أبغى أعيش ما أبغى أموت. هذه نهاية كل محتال وكذاب يا وجه النحس. شوفوا شغلكم. حديد حديد خير وش فيه؟ حديد يا أخوي حديد وخذنا وخذنا يا حديد. وش اللي صاير؟ وخذنا الضحى من النهار وخذنا. ما عاش اللي ياخذ. تعلمني وش القصة؟ غضب وجراح جايين هنا. نعم؟ غضب يبيدلهم علينا ثم يمسكوننا ويحاكموننا. من اللي قال؟ أهل القرية أهل القرية يسولفون فيها. سواها غضب؟ هين أوريك فيه. المهم خلنا هالحين ننحاش ونغير مكاننا قبل لا يصير شيء ما حسبنا حسابه. يلا 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 هل عيونهم على بيت المال؟ لكن مثل ما قلت لازم يشرفوا. وأنا جاهز لهم إن شاء الله يا مغضب جاهز لهم. يعطيك العافية. تاكل اللحمة عشان نجرب مفعول الخلط. ها تاكل اللحمة يا عم الحكيم. هذا اللبوة قريب من المكان، متى ما شمت الريحة راح تجي وتاكلها. إن شاء الله تاكل إن شاء الله تاكل. زين عم الحكيم، نحط اللحمة ونطلع الكهف عشان راح المكان البعيد. شورك وهداية الله. يلا النمر طولها وما رجع. أكيد في بلا. يا عم الأسد يا عم الأسد يا عم الأسد يا كبير الغابة يا كبير الغابة يا عم الأسد يا عم الأسد. الآدمي خير وش بلاك؟ الآدم أخويه الآدم أخويه يا عمي الآدم أخويه. وش فيهم؟ الآدم أخويه اذبحوا نمر ورموه بالغابة. وش تقول؟ انتقمت لك يا عزيز الثور من الكذاب الحاقد الحاسد الثعلب. انتقمت لك ووفيت بوعدي. الحين ارتحت الحين شعرت بالراحة. وش هالريحة يا زينة؟ ريحة لحم بقر. وينها؟ وين جابها؟ من زمان ما أكلت لحم بقر. أنا بحلم ولا بعلم؟ اليوم الحظ كريم معي. أنا نفسي انفتحت للأكل بعد ما تخلصت من الثعلب الماكر. جوعانة ومستعدة أكل أي حاجة، فما بالك بلحم بقر؟ يا حظي.
ابغي البني ادم وخويه، ابغيهم حيين ميتين، ابغيهم فورا. انا اروح لهم يا كبير الغابه، وما عاود الا وهم معي. تسلم يا كبير الضبع. وانا اروح معاه يا عم الاسد. لا يا كبير الغابه، انا اروح لحالي وما حد يروح معي. انا اروح واتكفل بالبني ادم وخويه. اتقدى وقدود، لكن اريد اروح معاك يا اخوك. دمي فاير وتاخذ حق اخوياي وتقطعهم بسنالي تقطيع وتقطعهم. وانا بعد اروح معكم، وانا بعد اروح معكم. احنا كنا صار النثار عند الادم وخويه. الموت لادم وخويه، الموت لادم وخويه، الموت لادم وخويه. عجلوا تكفون، ودي تجيبوهم هان، ودي اكحل عيون بشفتهم. افا كانت اللحم كله. اشوف 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 صحتين على بطنها، خلنا نترقب ونشوف ايش راح يصير. زين وش راح يصير يا عم الحكيم الحين؟ هذه الخلطه مركبه من 20 نبته، واكيد لها مفعول قوي، بس شنو؟ علمي علمك. استنى خلنا نشوف. طالع طالع يا عم الحكيم. ايش في يا بطني؟ الشبل يتحرك بقوه ويقطع مصاريني. بطني بطني بطني. عبد الابو اكل، ايش في؟ ايش في يا عبد الابو؟ ايش في؟ بطني يا جماعه بطني. الاكل فيه بلا. اي اكل؟ لقيت لحم بقر واكلته. من اللي جابه هنا؟ اكيد لادم وخويه. من يوم ما جونا امورنا ما هي طيبه، لوثوا بالاول المويه، والحين الاكل اللي صار ببطني. اذا كان الانتقام منهم بالاول يبي تفكير، الحين صار واجب. بطني 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 بطني. شوف شوف بطني، شوف شوف شلون بدا يكبر شويه شويه شويه. يا عم الحكيم الله يستر الله يستر. ايش تتوقع يا عم الحكيم؟ اكيد بيصير شيء مو طيب، لكن شنو؟ الله العالم. والحل نصبر ونشوف. ولي يا غضب انقلب علينا مرت وحده. ايه مرت وحده، لكن انا بنتقم منه، ماني بمخلي هاله وانا حديد. اللي ما توقعته يا حديد انه يروح يبلغ عن مكاننا، لا ويجي هو بنفسه مع جراح علشان يمسكونا. يبي يعقدها قدامنا ويقلبها تحت فوق على روسنا. اكيد يبي يعقدها. أنت تدري إنه يبينا ما نحقق أحلامنا؟ هذا اللي واضح وهذا اللي هو يخطط له، بس أنت قل لي وش السوات؟ السوات إن حنا لازم نخطط من جديد ونفكر من جديد علشان نضمن فعلاً إن حنا نحقق أحلامنا. ما يخالف، بس وشلون؟ وشلون؟ لازم يا أخوي حديد نفكر بهدوء وتروي وما نستعجل، وندقق في كل صغيرة وكبيرة. وأهم شيء أنت يا حديد لا تستعجل ولا تصير عجول ولا تنفعل عشان تفكر بمخ مضبوط. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الوالدة ما هي بخير يا مشاعل، حالتها تسوء أكثر وأكثر. الله يكون بعونها. المشكلة إنها حاملة همها بنفسها، لا هي راضية تشتكي ولا هي راضية تفضفض على اللي بنفسها، وما تأكل إلا إذا حلفنا عليها. حالتها حالة. هذه أم يا جواهر، وما هي أي أم، هذه موضح أم العزيز الغالي بن الغالية. يا رب رجعوا لنا بالسلامة، رجعوا سالم غانم يا رب.
يا رب. زوم الخبر الأسد، وش نقول له؟ اصبروا، يمكن تولد ولادة طبيعية ونروح نبشره. ولادة مخوية وش نسوي لهم؟ الحين خلونا بهم اللبوة، وهذلاك نتدبر أمرهم بعدين. مسكينة يا عمي، مسكينة هاللبوة، قاعد تصرخ صرخات تقطع القلب. بلاها من حر ما فيها. أقول يا عمي، ها؟ إيش اللي صاير؟ إيش تقصد؟ أقصد، إيش راح يصير حق هاللبوة المسكينة؟ ما يندرى ما يندرى، أنا أشوف إن بطنها ينتفخ انتفاخ، شوف 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 ينتفخ، أكيد الشبل اللي في بطنها يتأثر بالخلطات. تأثر؟ إيه. إيش قصدك يا عمي؟ بطني. والله ما يندرى، لكن شوف طالع صراخة مو طبيعي، هذا مو آلام المخاض، أكيد في ألم ثاني، لكن شنو؟ الله أعلم. بطني. والحل يا عمي الحكيم، إيش راح يصير لها هذه المسكينة؟ ولدي والله ما أدري، من يوم ما دخلت الغابة وصارت دخولي عليها وباء. أول شيء تسمم المياه وتسمم الأكل وماتت مجموعة من الحيوانات، والحين ما أدري وش راح يصير. أنا خايف خايف يا وضع خايف. طالع طالع يا عمي حكيم من أجل صحتنا.